هل سبق لكم أن رغبتم بالعيش كحياة الزعماء أو القادة؟ الكثير من الرفاهية والأنشطة الاجتماعية وإدارة البلدان والسيارات باهظة الثمن، أنتم على علم كم يمكن أن تطول هذه القائمة، أليس كذلك؟ أجل، سنعرض لكم اليوم 7 من أقوى وأروع المركبات المدرعة المتاحة لقادة الدول والأغنياء. يمكن القول إن هذه المركبات تليق بالملوك أو أباطرة المجرات. لنبدأ إذن. مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم؟ في المرتبة 7 مارودو. ما ترونه الآن هو على الأرجح أروع مركبة مدرعة يمكنكم رؤيتها في حياتكم. أحجامها أقرب إلى أحجام الدبابات، تنافس أغلى السيارات من حيث التكنولوجيا الموضوعة فيها، لا تقدر بثمن من ناحية نظام الحماية والأمان. لابد وأنكم لاحظتم حجم هذا الوحش الرهيب، يا لها من مركبة مثيرة للإعجاب. تزن المدرعة 12 طناً وتبلغ قدرتها الاستيعابية 18. نعم يا أصدقائي، كما سمعتم، كما يمكن أن تصل سرعتها أيضاً إلى 120 كيلومتراً في الساعة. تخيلوا هذا الوحش وهو يسير بهذه السرعة مع نيران تحيطه من حوله، يا للهول. بالطبع السيارة تتمتع بحماية لا تصدق، عجلتها قادرة على تحمل انفجار 14 كيلوغراما من مادة TNT، كما يمكن لهيكلها المدرع مقاومة 7 كيلوغرامات من المتفجرات، لذلك ليس عليها خوف من الألغام أو الهجمات الصاروخية. بالإضافة إلى ذلك يمكنها تخطي عوائق المياه حتى عمق 1 متر. كما يحتوي تصميم المقاعد على تصميم مقاوم للانفجارات. يبدو أن مصممي السيارة فكروا في كل أمر غير متوقع قد يحدث على الطريق خلال تصنيعها. في المرتبة 6 المدرعة فالكاتوس. ألقوا نظرة على هذا الوحش أيضا. اسم هذه المركبة الغامضة هو فالكاتوس، لكن هناك أيضا الكثير من الناس ممن يطلقون عليها اسم The Puncher، أي المعاقب. تبدو مرعبة، أليس كذلك؟ ربما لهذا السبب قام صانعوها بطلائها باللون الأسود ووضعوا في مقدمتها المبارد الحمراء المدببة. لا يبدو أنه تم وضعها لتبدو المركبة صديقة للإنسان أو البيئة. على أي حال، تسمى هذه المدرعة باسم باتموبيل نسبة إلى سيارة شخصية الكرتون باتمان. سيبدو الأمر رائعا لو قادها الوطواط، أليس كذلك؟ صناع هذه المركبة الضخمة يقارنونها غالبا بمركبات الأبطال الخارقين، حيث يمتلك المعاقب محركا قويا بقوة 730 حصانا. يمكن أن تصل سرعة هذه المركبة إلى 200 كيلومتر في الساعة بفضل محركها البالغ وزنه 12 طنا. هذا الرقم مثير للإعجاب لهذا النوع من المركبات. هل لاحظتم النوافذ الثلاث المقاومة للرصاص في المقدمة؟ على الرغم من أنها تجعل المركبة تبدو أسوأ من ناحية الشكل، إلا أنها توفر للركاب حماية ممتازة ضد الرصاص والشظايا وغيرها من المخاطر. تقريبا يمكنكم النجاة من غزو بهذه المركبة. في المرتبة 5 كومبات T98. إن وجدتم أنفسكم بداخل هذه المركبة فقد لا تشعرون حتى بأنكم داخل مركبة مدرعة، لأن كل ما تحويه هذه المركبة هو من الصنف الأول، جلد غالي الجودة وخشب طبيعي وثلاجة ونظام وسائط متعددة متطور. لذلك ستكون هذه المدرعة مريحة وآمنة أثناء الرصاص أو القصف حتى. تتمتع هذه السيارة بنظام حماية فائق ضد أي سلاح صغير أو لغم، لذلك لا خوف عليكم من أخطر البنادق أو الأسلحة المصنوعة للدبابات إذا ما كنتم بداخلها. يمكن لمحرك هذا الوحش المدرع أن يصل إلى سرعة 180 كيلومترا في الساعة، ما يسمح لكم بالتخلص بسهولة من أي خطر محدق بكم. قد لا ترون مثل هذه المدرعات في الجيوش حتى، لكن بعض الأثرياء يمكنهم شراء هذه المدرعة الفاخرة، كما يمكن استخدام المدرعة أحيانا لتسليم الشخصيات المهمة. في المرتبة 4 المدرعة نايت اكس في. هل أحببتم هذه المركبة؟ نعتقد أنها رائعة وتستحق الاحترام. هذه السيارة المدرعة المتميزة
هي من بين أغلى المركبات التي يمكنها الغوص في الطرق الوعرة في العالم، لذلك لن يكون من الغريب إن أخبرناكم أنها تستخدم لنقل الأثرياء أيضاً. تصميمها الداخلي ناجح بما يكفي لتلبية توقعات أكثر المليارديرات تميزاً. يمكن للركاب الذين تغطي مقاعدهم جلد العجل رؤية بساط من الصوف الطبيعي تحت أقدامهم، كما يمكن فتح المقاعد لتصبح سرراً مريحة مناسبة للنوم وطيها عند الرغبة. يمكنكم التحرك بكل ثقة والعيش بأمان دون أن تقلقوا بشأن سلامتكم في هذه المركبة. لا عليكم إن نشبت حرب وأنتم بداخلها. جسم السيارة مصنوع من الفولاذ البالستي بسمك 6 سنتيمترات. الشيء نفسه ينطبق على مصداتها أو رفارفها الصلبة. تم استخدام مادة خاصة مضادة للرصاص على الأبواب بدلاً من الزجاج التقليدي. يمكن تجهيز السيارة بأحد النوعين من المحركات حسب طلب العميل. يحتوي محرك البنزين على 326 حصاناً، ويوفر محرك الديزل قوة 300 حصان. تزن هذه السيارة المصفحة الفاخرة والمريحة 6 أطنان بالضبط، وهي الخيار الأنسب لأولئك الذين يفكرون في السلامة الشخصية والراحة. في المرتبة الثالثة، المدرعة كومبات جوارد. هذه المركبة المدرعة هي الأفضل بالنسبة للطرق الوعرة لقدرتها على الحركة بأمان وراحة حتى في الطرق الوعرة التي لا تصلح للقيادة. لا خوف عليها من المستنقعات الرملية والأنهار والحجارة أو حتى المنحدرات الوعرة، كل ذلك بفضل إطاراتها التي يبلغ طولها 137 سنتيمترا تقريبا، والتي تبقي السيارة بعيدة عن الأرض بشكل كبير. علاوة على ذلك، يمكن لهذا الخزان الصغير أن يتسارع ليصل إلى 150 كيلومترا في الساعة. يمكنكم الجلوس بداخل هذه المدرعة القوية بكل راحة دون الشعور بالألغام أو الأعيرة النارية أو حتى الانفجارات من حولكم. هيكلها مغطى بدرع قوي يحمي الركاب من أي إصابات، والأهم من ذلك أنه يمكن لهذه المدرعة التي تعمل على جميع التضاريس إلحاق أضرار جسيمة بالعدو، لأنها مزودة بمدفع رشاش من عيار 7.6 ملم. لدى هذه المدرعة ميزة أخرى مثيرة للاهتمام، ألا وهي نظام إلكتروني خاص قادر على تدمير الصواريخ قبل وصولها إلى المركبة. يمكن القول بأنها أشبه بمنزل متحرك يسير على عجلات دون الحاجة إلى القلق بشأن سلامتكم أو سلامة مركبتكم. في المرتبة الثانية، مرسيدس بنز G63 AMG. إذا كنتم تعتقدون أننا نتحدث فقط عن المركبات العسكرية الغريبة والمخيفة فأنتم مخطئون، ففي بعض الأحيان يمكن للسيارات الشخصية أو العادية أن توفر الحماية التي توفرها المركبات التي ذكرناها. على سبيل المثال، هذه السيارة مجهزة بنوافذ وأدرع قوية مضادة للرصاص. هناك صفيحة فولاذية صلبة في الجزء السفلي من السيارة في حال وجود أي قنابل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على نظام تعليق ومكابح معززين. كما يبدو أن المصنعين فعلوا كل ما في وسعهم لجعل ديكور السيارة أفضل من الناحية الجمالية، كما تحتوي هذه السيارة على كاميرات للرؤية الليلية، بالإضافة إلى وجود اسطوانات أكسجين في السيارة لسلامة الركاب ضد أي هجوم كيماوي. مع ذلك، يبقى التساؤل لمن صنعت هذه السيارة لغزاً غير معروف. وأخيراً، سيارة مارسيدس بنز GL551. كيف تقيسون مدى سلامة أي سيارة؟ نعم، فقط أحضروا مدفعاً رشاشاً وأطلقوا النار على سياراتكم. بالطبع نحن نمزح، لا نوصيكم بتكسير معداتكم الباهظة الثمن، لكن هذا بالضبط ما حدث في مجموعة تكساس للحفاظ على البيئة. لا يمكن لأحد أن يثبت مدى جودة منتجه كما فعل صاحب الشركة هذه. أراد صاحب الشركة هذه أن يختبر قوة الدروع بنفسه، حيث دخل صاحب العلامة التجارية داخل السيارة وانتظر بهدوء، بينما كان أحد موظفي هذه الشركة يحاول إحداث ثقوب في الزجاج الأمامي للسيارة بسلاح قوي للغاية كاختبار لمدى جودة السيارة.
لا يبدو على الرئيس أي خوف أثناء إطلاق النار، بل على العكس يبدو هادئا وواثقا بمنتجه وعماله. على الرغم من هذه المحاولات لم يتمكنوا من كسر الزجاج. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟